هذه اللحظات وصول فريق التطواني الى الفندق لمواجهة فريق الوداد البيضاوي غدا على الساعة 8 ان شاء الله. كما شفتوا معنا فريق تطواني جا في الحافله ديال الرجاء البيضاوي، كتكون زوينه هذه الروح الرياضيه بين الفرق المغربيه. جاو في الحافله ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي جاو الفندق باش كنشكروا فريق الرجاء البيضاوي على هاد الروح الرياضيه اللي داروا. هادي راه روح رياضيه زوينه بين الفرق، مننا نتعاونوا بعضياتنا ونجيبوا الكار ديالنا لفرق اخرى. شكرا. كيمشيو معنا من وصول اللاعبين ديال فريق تطواني المحطة ديال القطار، كان كيتسناهم الكار ديال فريق الرجاء. كان الطريق خاوية، شكرا لرجال الأمن اللي قادوا السير حتى الفندق، ما خلاهمش كاع يتعطلوا ولا يتكرفصوا. كان دغيا الوصول، كان دغيا ما بين المحطة ديال القطار و الفندق اللي مريحين فيه فريق ديال فريق تطواني. كنشكروا رجال الامن اللي سهلوا العمليه ديال التنقل. كما شفتوا معنا رجال الامن خصهم يبقاو حتى يقادوا الحافله، يشوفوا فين غتوقف ويقادوا الخط ديال السير عاد ينقلوا الوجهه ديالهم. فريق تطواني ما جاش تقريبا، كاين اللي غيجي بطونوبيلته وكاين اللي يفضل انه يجي في القطار ويجي الفندق. غتكون واحد المباراة جميلة بين فريق تطواني ووداد البيضاوي غدا ان شاء الله مع 8. هاد اللحظات الحافلة غادي تحيد من هاد المكان باش تشوف شي بلاصة اللي تبلاصي، حيت هنايا تكون معرقلة شوية السير، غاتمشي للبلاصة اللي تقدر توقف فيها. Mm-hmm.
هذاك هو المكان اللي غتوقف فيه الحافلة ديال الفريق اللي ديال الرجاء البيضاوي اللي جابت فريق تطواني. شكرا لمشاهدي قناة شوف تيفي، إلى حين بشر.